أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. عدنان الزرفي يقول أنه أكمل كابينته الوزارية خلال 48 ساعة سيقدمها للبرلمان العراقي وهي من الأكفاء من موظفي الدولة وينتظر تصويت البرلمان عليها. بينما بعث اليوم برسالة إلى السيد الحلبوسي يطلب فيه تحديد موعد لجلسة البرلمان لمنح الثقة لكابينة السيد عدنان الزرفي. بينما الخلاف لا زال محتدم، رفض واضح من قبل السيد هادي العامري لتولي السيد عدنان الزرفي رئاسة الحكومة. ويقال أن هناك اجتماع يعقد في اللحظات الحالية منذ ساعتين ومستمر إلى الآن في منزل السيد العامري للقوى الشيعية للتباحث بتشكيل الحكومة واختيار بديل عن السيد عدنان الزرفي المرفوض من قبل تحالف الفتح والقوى الشيعية الأخرى. بينما لا يزال موقف الكرد هو من موقف القوى الشيعية، حيث أنهم أخبروا السيد عدنان الزرفي بأنه اذهب إلى القوى الشيعية ليتفقوا عليك ثم نصوت عليك نحن بلا إشكال. وأيضا موقف التحالف القوى أنه مع ما يقرره القوى الشيعية، لأن المنصب منصب رئيس الحكومة هو من اختصاص أو يجب أن يكون مرشح من قبل القوى الشيعية ومقبول عليه من قبل القوى الشيعية. تحديات كبيرة أمام السيد عدنان الزرفي، أهمها التظاهرات الحالية، رواتب الموظفين كيفية تأمينها مع انخفاض أسعار النفط، هناك موضوع العفو العام والسجناء، وهناك موضوع المناطق المحررة، وموضوع عودة النازحين، وموضوع المغيبين والمفقودين، موضوع السلاح المنفلت. مواضيع كثيرة سأناقشها مع ضيفي القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية النائب البرلماني السابق الشيخ كامل نواف الغريري. مرحبا بك شيخ وحياك الله. الله محييك، حياكم حكراتكم الكريمة. حياك الله. خلي أبدي وياك من البرنامج الحكومي للسيد عدنان الزرفي. يعني هو كالبرامج الحكومية السابقة اللي عبارة عن عبارات إنشائية منمقة ومزخرفة، لكن بالتنفيذ على أرض الواقع للأسف التنفيذ سيء ويكاد أن يكون صفرا، مثل ما حدث في حكومة السيد عبد المهدي. كثير من الاتفاقات والبرنامج الحكومي للأسف لم يطبق منها شيء. بالبداية انطيني رأيك بالبرنامج الحكومي للسيد الزرفي وما هي إمكانية تمرير حكومة السيد عدنان الزرفي. تفضل. أولا أستاذ مقداد الله محييكم، حي قناتكم الكريم، حي مشاهدي الكرام. بالنسبة للدكتور عدنان الزرفي، أنت تعرف اليوم حصل صراعات، والصراعات من رافض إلى السيد عدنان الزرفي ومن مؤيد إلى عدنان الزرفي، واعتقد توصلت النتائج الى الاونه الاخيره. اعتقد اليوم الاجتماع اللي حسب المعلومات اللي وصلتنا بحيث الفتح اللي هو حاليا معارض على السيد عدنان الزرفي. اما بالنسبه للدكتور عدنان، اليوم رمى البرنامج الحكومي في ساحه البرلمان، واليوم البرلمان اعتقد وصل البرنامج الحكومي بالكامل. فهذا البرنامج اليوم لا نريد احنا لكل البرنامج ان يكون في نقاط اللي هي كذا وكذا، احنا اليوم نريد برنامج ان يكون محدد وان يكون برنامج للتطبيق. بالنسبة للبرنامج، اولا تحديد موعد الانتخابات، وهذا الامر تحقيق مطالب المتظاهرين. اليوم كيف المطالب المتظاهرين؟ اكو بعض الناس اليوم اللي هم قتلت المتظاهرين، اللي قتلوا المتظاهرين. فاليوم البرنامج الحكومي اللي عدى الدكتور عدنان الزرفي، نعم هو ملخص وصغير، بس هو نريد احنا تطبيق، كيف يكون تطبيق هذا البرنامج، ليس هو بالاعداد او بالكبر البرنامج او بالتحدث، لا، اليوم احنا نريد بعض البنود ان تطبق في البرنامج الحكومي. نعم، شنو البنود اللي برايك يجب ان تطبق؟ الان خلي اكو موضوع مهم قبل ان ابدي هذه الحلقه.
أكو موضوع مهم، أن السيد رئيس الجمهورية ذهب أو أرسل بكتاب إلى السيد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بخصوص موضوع العفو الخاص، والسيد عبد المهدي رجع له اليوم توصيات بخصوص العفو الخاص في ظل الأزمة الصحية اللي يعيشها كل العالم. برأيك اليوم العفو الخاص أو التوصيات بالعفو الخاص اللي صدرت يمكن اطلعت عليها شيخ، هي تنصف المظلوم فعليا أم هذا العفو هو هواء في شبك ما راح يقدم ولا يأخر؟ لا أخي العزيز، بالنسبة لهذا العفو الخاص احنا اليوم لا نريد إلا أن يكون عفو عام. اليوم البلد يمر في أزمة، وأصور حصل عفو في كل دول العالم اليوم اللي هي أنطت عفو عن المحتكلين. اليوم عندما نرى بهذه الطريقة أن يكون عفو خاص لبعض أشخاص، وأنت تعرف حصل بعض العفو اللي كان قبل هذا، فأصور المكون السني ولا طلع ولا واحد من هذا العفو، وهذا الأمر. وثاني يستثنون بمعنى الأرهاب اللي تعرف أنت وكان ويعرف الجميع ويعرف العراقيين، كانت في بداية الأمر كلها أربع أرهاب، حتى اللي لابس دشداشة أربع أرهاب كان في ذلك الوقت، والناس احتقلت. ولحد هذه اللحظة اليوم صار أكثر من 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات اليوم مسجونة في داخل السجون. أما اليوم أن يكون عفو واضح أمام العراقيين وإنصاف لكل العراقيين بكل أطيافهم بكل مذاهبهم بكل قومياتهم، اليوم المتضرر الأكثر متضرر اللي هو المكون السني بالنسبة للمحتكلين، الأعداد اللي موجودة اليوم بالسجون، وكيف نستطيع حماية السجناء، كيف حمايتهم اليوم؟ نتوقع احنا تحدث كارثة في داخل السجون. زين عجبا اليوم مناشدات خلتك إياها، ونعم مناشدونا من داخل السجون، فعندما نشهدون السجناء ويقول لك اليوم احنا كيف نستطيع ان نحمي السجناء من هذا الفيروس الكورونا اللي هو حاليا نتوقع بعض الناس المتآمرين وبعض من الناس اللي هم يعني يقضون، يقول لك هاي نعتبرها كمجال لقضاء على المسجين. من يتحمل مسؤولية؟ هل يتحملها الدكتور عادل عبد المهدي عندما لم يتم اعطاء عفو عام لجميع السجناء؟ هل تتحملها الأحزاب والكتل السياسية عندما تصبح كارثة في داخل السجون؟ اليوم السجون في خطر يا أخي العزيز أستاذ مقداد، خلعك بكل صراحة، وأني أشكرك عندما فتحت هذا الموضوع. هذا الموضوع اليوم موضوع خطير جدا، ونتوقع في أي لحظة أن تحصل كارثة في السجون. وإنما اليوم عندما يحصل يدخل هذا الأمراض إلى السجناء وتكون هناك لا شخص ولا شخصين ولا ثلاثة، وإنما تصبح عبادة جماعية لجميع السجناء، والسجناء ليس بهذا الأعداد. عندنا سجناء بالآلاف بالآلاف أخي مسجونة في السجناء، قسم منها معلومة وقسم غير معلومة. اليوم يجب على الحكومة أن تكون لها مبادرة واضحة وصريحة أمام الشعب العراقي، كيف أن يكون عفو خاص لأشخاص راح يطلعون والباقي ما يطلعون. وأنا أقول لك كل السجناء الموجودين من السنة ولا يطلع ولا واحد، وإحنا عندنا إحصائيات، خلي نشوف إحنا من راح يطلعون من السجناء. قبل عندما كان العفو ثق إحنا في مناطقنا ما طلع ولا واحد من السجناء. أستاذ كامل، أكو نقطة مهمة اليوم، لو جميع الموجودين بالمناصب التنفيذية والتشريعية من المكون السني متحدثين ويا سيد عادل عبد المهدي بالتوصيات، يذكر نقطة مهمة أو نقطتين مهمة، موضوع المخبر السري، كل من سجن أو اعتقل وفق مخبر سري أيضا يطلق صراحة بالعفو. أنا أعتقد راح تفرق المعادلة كثير، مو صحيح ولا؟ لا أخي، إحنا بالأربعة شوف المخبر اللي هو حول المخبر حول الشخص إلى أربع أرهاب. نعم. إحنا خلي يكون هاي الأربع أرهاب، الأربع أرهاب هو شلون يجي أربع أرهاب؟ كل واحد يجي مخبر عادي سرخ يعتبره أربع أرهاب. إحنا لا أن يكون القرار واضح، والأخوة اللي هم ذوبوا إلى رئيس الوزراء أن يكونون يعرفون منه المخبر السري. المخبر السري اللي حول هاي الناس كلها أربع أرهاب، إحنا ليش ما نقول الأربع أرهاب أن يطلع الأربع أرهاب؟ طيب شيخ، ننتقل للموضوع الأهم الآن. الموضوع هو بيد السيد رئيس الجمهورية لو السيد رئيس الوزراء تحديداً.
تسمعني شيخ كامل؟ تسمعني الآن؟ تسمعني الآن شيخ؟ نعم. هسه أسمع جيد عيني سامك. الموضوع بيد السيد رئيس الجمهورية لو بيد السيد رئيس الوزراء. أكيد هي لازم أن تكون مبادرة من الحكومة. الحكومة منه؟ الحكومة منه اليوم؟ أن بحكومة بيها جهات تنفيذية وتشريعية. المفروض التشريعيين من المكون السني اللي هم نواب، واليوم عندنا رئيس ما شاء الله، عندنا رئيس برلمان عراقي، رئيس البرلمان اليوم اللي موجود رئيس البرلمان، ويتحركون على رئيس الجمهورية، ويتحركون على رئيس الوزراء ويقول له يابا خلي يكون العفو برحمة. هيك خلي يكون برحمة. احنا ما نريد احنا الناس المجرمة والقتلة عليهم. كل من حسب قضيته، كل من حسب قضيته. يا اخي ناس اللي هي نعرف بها احنا، ناس كلها راحت اربع ارهاب. فاحنا بالنسبة لهم والله اللي جاء مخبر علي السري، مخبر علي السري يطلع، مو ما مخبر علي اربع ارهاب من طلعه. اخي هاي ما اعتقد اني رايح ان تشمل الجميع، ورايح مثل ما يقولون تطلع الناس اهاليها. واليوم الوضع تغير، والبلد اليوم مر في ظروف صعبة، واليوم يباع صعب البلد وصعب العراقيين. يجب عليهم ان ينظرون هم وين يروحون عن رحمة ربهم. اخي اليوم هذا المرض اللي صار، خلي ينظرون الى حال هاي الناس، حال العوائل، حال اطفالهم. طيب الان برأيك شيخ، يعني الموضوع الآن موضوع الإرهاب والمخبر السري وغيرها ما راح يشمل بهذا العفو اللي تحدث، يعني اللي الآن السيد رئيس الوزراء نزل السيد رئيس الجمهورية توصيات. اي طبعا اخي هذا بالنسبه لهم ما اعتقد هذا ما رايح يطلع ولا شخص يخلي يشكل فيها. احنا بالنسبه لنا خلي يطلعون موجوده اللي هم اليوم الجهات اللي المصدره للعمل السياسي، خلي يطلعون يشوفون ايش قد عدد السجناء موجودين، وايش قد عدد السجناء موجودين من اهل السنه في كل المحافظات. خلي تشك اياها، خلي يشوفون ايش قد الاعداد. ودي ساعة يتحاورون يقول لي يابا والله احنا اذا ماتت هاي الناس على شنو ذنبها؟ السياسيين السنة خلي باكر ايش راح يواجهون اهل هاي الناس، ايش راح يواجهون اهلهم، ايش راح يقولوا لهم؟ راح يقولوا لهم والله احنا كنا نايمين ما ندري، العفو صار وطلع، والله احنا نسوي عفو وما يطلعون السجناء. شو الفائدة من العفو اذا ما يطلعون السجناء؟ طيب اكو ملف اخر هو ملف مهم جدا، موضوع ملف النازحين. والأكو المناطق المحررة. ألو أسمعك. وهذا الملف، هذا الملف راح يواجه أيضا السيد. متقطع الصوت، ما جاي أسمع. الآن تسمعني شيخ؟ هسا أسمعك جيد. ملف آخر يواجه السيد عدنان الزرفي هو ملف المناطق المحررة وعودة النازحين، وكثير من المناطق إلى الآن ما عاد إليها أهلها وناسها، رغم الاتفاقات اللي صارت بين تحالف القوى وتحالف البناء في وقت تشكيل حكومة السيد عبد المهدي لم ينفذ شيء منها على أرض الواقع، كان كل هواء في شبك. قادر السيد عدنان الزرفي أن يتكفل بهذا الموضوع؟ موضوع خطر. تفضل. لا أخي العزيز، بالنسبة لعدنان الزرفي الرجل أعتقد ما عنده ميول، ما طول الرجل هذا ما عنده ميول ولا عنده غير اتجاهات ولا كملات عليه. الرجل خلي يكون عراقي، احنا شريد من عنده من النجف رجل عراقي، احنا اللي نريده من عنده نقول له يابا تعال، احنا عندنا ناس سجناء وناس محتكلين، ناس مغيبين، رجوع النازحين، هذا ما نطلبه من الله. لا نطلب استحقاقات خاصة عنه، ولا نطلب من عنده مناصب، ولا نطلب من عنده. بس هذا الرجل نشوفه احنا بالكفاية ان يستعان ان 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 ينفذ. والرجل اعتقد ان يكون صادق في كلامه، لان احنا نعرفه كل زين نعرفه. اما بالنسبه للامور اللي حصلت قبلها، ما حصل احنا لا الدكتور عادل عبد المهدي ولا قبله، ولا استطاع واحد ان يطلع سجين، واحد ما طلع سجين. نعم. طيب
خلي انتقل لك الان حظوظ السيد عدنان الزوفي، برايك هي كحظوظ قويه ممكن ان يمشي ام صعب وفق الخلاف المحتدم الان والاجتماع الان في منزل العامري؟ يقال انه اهم مخرجاته السيد الكاظمي بديل عن عدنان الزوفي. تفضل. والله يا أخي العزيز، بالنسبة للسيد عدنان الزرفي قوته من قوة النواب اللي موجودين. النواب خلي ينظرون إلى حال مناطقهم، خلي ينظرون إلى حال، خلي ينظرون إلى حال العراق، خلي يكونوا الإملاءات عليهم من قبل الكتل السياسية، ودائما هم مكبلين من قبل الكتل السياسية. خلي يخرجون، خلي يخرجون من 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 هذا من هذا هذا القيد اللي طوقيهم به الكتل السياسيه. خلي يكونون قرارهم من من ينظرون الى حل البلد، ومن النواب اللي موجودين خلي يمتلكون القرار الشجاع، يمتلكون القرار الشجاع ويقولون والله احنا نصوت للسيد الزرفي، بكون السيد الزرفي ما تابع الى جهه، بكون الزرفي ذهبوا ويا مجموعه من النواب اللي هم ساندوا السيد عدنان الزرفي وذهبوا الى 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 رئيس الجمهوريه وكان ترشيحه. خلي يكونون مع اخوتهم ويتخذون القرار الشجاع. لا اكو، وانت تعرف جيد اكو من يمتلك الشجاعه ويقول لا والله انا امتلك الشجاعه واصوت الى عدنان الزرفي، وخلي يمرر الحكومه وينظر الى حال العراق والمسات اللي يمر بيها. وإذا ما حصل هذا يا أخي سوف تحصل، تدري أنت، كارثة، صراعات اليوم من بعض الفصائل تهدد، وبعض من الأمور الأخرى جاي تحصل في 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 البلد. أكو ناس هددت عدنان الزرفي وهددت الحكومة وهددت النواب من يصوت إلى عدنان الزرفي. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل هم بالنسبة لهم هيك عندنا نواب ما يمتلكون الشجاعة ويقولوا لا والله احنا اليوم نريد من تكون حكومة قوية، انقاذ البلد، انقاذ العراق، ان تكون هيبة الدولة، ان تكون حكومة قوية، هذا اللي يريده، واليوم هذا مصلحتهم مصلح شعبهم. هم ليش منين يجوا للساد النواب؟ هم اللي جوا من كل المحافظات ومحافظهم كلها تعبانة، تعبان اليوم. خلي يكونون مع الزرفي ويصوتون ويمررون الحكومة، وهذا الامر لا يظلون مكلبين احنا والله من المكون السني مكلبين بالزعيم الفلاني والمكون الشيعي مكلب الفلاني، واليوم احنا نظل هاي الزعامات تملى علينا وتريد استحقاقات وتريد مناصب وتريد وزراء وتريد هذا الشيء. مو هذا اللي جاي يحصل يا اخي. هذا يجب علينا ان نتخذ، ان نغير الواقع، خلينا نغير التغيير، خلي يحصل في الوضع السياسي. لا نبقى احنا مكلبين والله زعيم فلان ورئيس فلان وكذا، ما راح نوصل للنتيجة ولا راح نقض بلدنا. جبهة الإنقاذ شنو موقفها من الزرفي أستاذ كامل؟ جبهة الإنقاذ شنو موقفها من الزرفي؟ جلست وياه وصلت إلى والله جبهة الإنقاذ يا أخي إحنا داعمين. لا والله إحنا ما نجلس، لا أخي العزيز شوف إحنا ما نجلس وياه، إحنا ليس عندنا، إحنا ملاءات علي حتنا، بس إحنا عندنا باسم الجبهة بعثنا إلى رسالة والرجل جاوب عليها، طلبنا من عنده، قلنا له إحنا لا نريد مناصب ولا نريد استحقاقات ولا طمعانين بشيء، إحنا نريد أولا المحتقرين اللي هم حاليا بالسجون صار لهم كذا كذا سنوات، وعدنا الناس النازحة المتضررة، أريد أن تكون هناك اللي هو تعجل في تشكيلة الحكومة ووضع برنامج حكومة يخدم البلد ويخدم العراق بالكامل. ثانيا نريد ان تكون انتخابات مبكره بحيث، وانت وعد على الحكومات من 6 أشهر الى سنه ان تكون الانتخابات. احنا ليس اي شروط ما عندنا اخي العزيز بالنسبه لها على اي واحد ونجتمع وياه وهاي النا. وكان محمد علاوه هكذا، واذا يجي شخص وطني اذا ما تمرر، وان شاء الله يتمرر، إذا ما تمرر والله إحنا داعمين لكل شخصية وطنية تخدم البلد ولا تفرق بين أطياف الشعب العراقي وتنظر إلى حال العراقيين جميعا. اليوم تعرف أنت اليوم المناطق السنية مناطق مدمرة، المحتقلين والسجناء والناس اليوم تنتظر والأطفال تنتظر أهلهم اليوم والنساء تنتظر، واليوم إحنا قاعدين نجامل من بعض الأخوة المجاملات، والله إحنا ما نحكي ويا فلان حتى باكر إذا صرت ثاني حتى ينتخبون رئيس برلمان أو ينتخبون فلان رئيس برلمان.
هذا الكلام غير صحيح. هذا طيب الكلام. لا الجلوس استاذ والله مؤلم يا اخي مؤلم كامل. الجلوس مو من باب الاملاءات بس من باب الحوارات مع الكتل السياسيه، هاي نقطه. النقطه الثانيه شنو كان رده على موضوع المغيبين والسجناء والمعتقلين والنازحين؟ شنو كان رد السيد الزرفي؟ والله يا اخي انت تعرف السيد اسامه النجيفي الرجل هو تحاور وياه، وكانت هناك اتصالات مع السيد عدنان الزرفي وحصل توافقات، فالرجل وافق على الجميع، قال انا اريد اخدم بلدي، انا اريد اخدم العراق، انا اريد اغير هاي المعادله، اريد نخلص حتى من هاي مال دوله المكونات، اريد ان كل دوله المواطنه حتى نخلص نخلص من شعبنا. اخي هو شنو اللي خلانا احنا ندعمه؟ الرجل قال اني انتهي من هاي الامور كلها، ان شاء الله نتحول الى دوله المواطنه ونخلص حتى مع المكونات. ممتاز، يعني هو يسعى الى هذا الشيء، لكن المرشحين اللي سربوا ايضا من الكتل السياسيه، يعني الان حكومه السيد عدنان الزرفي راح تكون تكنوقراط لو من ضمن الكتل السياسيه والتوازن والاستحقاقات والمحاصصه. والله أعتقد بالنسبة للسيد عدنان الزرفي عنده برنامج سياسي جديد للتغيير الوضع السياسي اللي مضى، وكان هناك سياسة فاشلة يريد يعدل، يعتبر تعديل إلى مسار العملية السياسية أو تصحيح لمسار العملية السياسية، يريد لنا تصحيح، وليس التصحيح يكون 100% ولا 80%، حتى لو يكون 50% 60% هم أفضل. نعم بس اكو موضوع شيخ، بس لا تزعل علي، احس دعمكم للسيد الزرفي مو ذاك الدعم القوي مثل دعمكم لمحمد توفيق علاوي، يعني محمد توفيق علاوي كان دعمكم واضح واجتماعات، والرجل هو اجاكم اكثر من مره للمقر، عدنان الزرفي فقط رساله وكان الله حب المحسنين، احسكم ما مقتنعين ذاك الاقتناع، او انكم مقتنعين انه لن يمر، سيسقط في البرلمان بالتصويت. لا بالعكس، لا دعمنا الى عدنان الزرفي نعم قوي كلش، بس احنا تعرف انت اليوم السيد عدنان الزرفي عنده مشاكل في المكون الشيعي، وعنده صار اليوم تعرف انت ومعارك اليوم، خلي احكيك بصراحه تعرف انت اللي رفضوه كلهم رفضوه ولحت هذه اللحظه وكان ترشيحه، اما بالنسبه احنا لا احنا داعمين لا بشكل قوي داعمين للرجل، وحتى حاليا اني من الناس اني اتصل بالساده النواب بالتليفون واقول لهم اخوان مرروا عدنان الزرفي، هذا الرجل خلي يكون، لا تنظرون انتم تتبعون، ترى البلد الى مزل خطير، البلد ذاهب الى الحاويه، انتم تردون البلد، تردون العراق، تردون اهلكم مناطقكم، ان يتمرر عدنان الزرفي. نعم طيب، ملف الانتخابات المبكره اللي تحدث عنه السيد الزرفي، يعني برنامج السيد الزرفي مو مال سنة، راح يكمل لل 2022، يعني واضح البرنامج، يعني مو مال كل هذا اللي ذكره، النقاط اللي ذكرها بالبرنامج يسويها بسنة، يعني ما إلا هو كاسبر لهالدرجة. فبس موضوع الانتخابات المبكرة، شلون راح نسعى لانتخابات مبكرة خالية من المال السياسي والسلاح السياسي والوضع المأساوي للبلد والحالة الصحية اللي بكل دول العالم مو بس البلد؟ يا اخي خليها سيتمرر، هو خليه مرورون الكابينه الوزاريه مالته، وبعدين لكل حادث حديث، اما اليوم احنا لا نسبق الحدث ويطبق هاي او ما يطبقها، خلي يجوز واحد اثنين ما يقدر يطبقها، يجوز يصير عليه ضغوطات، يصير في امور اخرى، واني قلت لك خلي يكون انجازه لو 50% هم افضل، لان احنا تدري البلد اتصور صعب وراح يواجه مشاكل كبيره السيد الزرفي في البلد، لان هنا صراعات، اكو امور هوايه راح تواجهها، يجب عليها كيف احتواها، كيف يستطيع ان يمرر الكابينه مالته وان يوفي بالوعود اللي ينطيها، بس الوعود ما اعتقد اني راح يوفيها بالكامل حتى لو يوفي قسم من عندها. برأيك بعد التهديد اللي كان البارحة من 8 فصائل مسلحة، هل يستطيع البرلمان العراقي تمرير حكومة عدنان الزرفي؟ بصراحة والله يا أخي أستاذ مضاد، هي لو حكومة لو فوضى،
لو مثلا حكومة يقولون يابا حكومة ودستور وقانون وكذا، لو احنا اكو فصائل مسلحة تحكم البلد، لو اكو حكومة تحكم البلد، لو اكو قانون ودستور يحكم البلد، لو اكو ناس خارج تحكم البلد. فاما يقولون لا والله احنا بالنسبه احنا عازين الحكومه وما نقدر احنا نمرر وما نقدر نتجاوز هاي الفصائل المسلحين، نذهب كلنا مع شو اسمه مع فهذا الامر يا عم نقول حكومه اليوم ودستور وقانون، هذا خلق للدستور وخلق للقانون وتجاوز على الحكومه، وهذا تجاوز حتى على العراقيين خلق تشكيها اذا بهذه الطريقه. لا انتم في دورتكم البرلمانيه تعرضتوا لهكذا تهديدات؟ يعني الموضوع قبل يجوز كانت من جوا لجوا، هسه شو الموضوع صار علني كل بيارات رسميه، يعني بعد ما يعني صار الموضوع طق بطق، يعني ماكو مستحى من الموضوع بصراحه. لا اخي لا 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 دور لا لا دور الما لا لا دور الماضيه ماكو هيك. تعرف انت كان احنا كانت النواب، والنواب من كل الاطياف موجوده ومن كل كتل السياسيه، ما كانت هناك ضغوطات ولا خلت شيكيا اكو تهديد حصل ولا اكو ناس انسحبت ولا فشي هذا الامر. بس هاي الدوره اللي حصلت ما ندري ان الناس الخارجه عن القانون تحكم، لو اكو حكومه تحكم، اكو برلمان، لو البرلمان مسير بيد الناس الخارجه عن القانون، هي هاي الكارثه. ثانيا السيد الزرفي جي عن طريق الدستور، نعم اخي جي عن طريق الدستور وعن طريق القانون وترشيحه رسمي ورشح رئيس الجمهوريه وذهبوا مع نواب، وهذا الامر هسه حاليا والله اني اهدد ان ينسحب الزرفي لو احنا كذا، شلون يصير شلون يصير بهيك وضع شلون؟ نعم كم نائب الان برايك مع السيد الزرفي؟ ايش قد برايك؟ طلعون 100؟ والله اعتقد يا اخي العزيز اعتقد السادة النواب اعتقد بعد ما راح يلتزمون مع زعماهم مع رسائل الكتل، فاعتقد راح يخرجون عن هذا بعد ما الرسالة اللي وصلتها رسائل الكتل وبعض الزعامات كلهم جميعا بأن يطلبون مناصب ومكاسب واستحقاقات. يقول لك هذا النائب أنا بالنسبة لي أرجع إلى مناطقي وإلى أهلي ولقى الناس كاتلها جوع ومذبوحة وأمراض اليوم اللي صابت هذا البلد، أنا ذا الزعيم هالشكل واليوم يفرض إرادته على الشعب وعلى النائب وعلى غيره، يقول لك أنا خل أخرج أروح أنا أشوف وين مصلحة بلدي، وين مصلحة أهلي، وين مصلحة العراقيين، وخلي يكون هكذا قرار شجاع يتخذوه ويصوتون هم في داخل قبة البرلمان. واعتقد في داخل قبة البرلمان راح تتغير هواية أمور تتغير. مثل شنو تتغير هواية أمور؟ أنت معول كثير على البرلمان. والله أعتقد أكو ناس ما راح تلتزم برؤساء الكتل. أنت معول كثير على البرلمان بينما الكثير رافض للسيد عدنان الزور، يعني لا زال الكثير يأتمرون بإمرة زعماء الكتل بصراحة، سواء البناء سواء لا لا أخي لا لا أني خلت شكية لا أكو بعض نعم تفضل لا عدا أعتقد بس الفتي بس أعتقد بعض النواب لا ما يريدون، هم يريدون يتخلصون من الوضع المساوي. لأولاً هاي السنة وهم عندما استلموا رئاسة اليوم بالبرلمان فتدري المشاكل صارت وجوههم ووصلوا إلى حالة الدمار بالنسبة أمام أهلهم أمام شعبهم، فيقول لك إلى متى أني أبقى؟ وباكر راح يلوموه، راح تلومه محافظته ويلوموه أهله وتلوم المناطق، راح يقولوا له يابا أنت استلمت بيد رئيس الكتلة، أنت شنو ليش ما اتخذت قرار لإنقاذ البلد؟ لأن تدري اليوم الحل لمشكلة البلد وحلها أعتقد هي تكمن في مع السيد عدنان الزرفي. نعم، أكو نقطة مهمة السيد عدنان الزرفي ذكرها بأنه إعادة التوازن في العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي، ممكن أن يكون السيد عدنان الزرفي هو نقطة الالتقاء، نقطة الصلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبهالحالة إحنا نخلص من نقطة هي نقطة أن العراق هو بلد تصفية الحسابات وبلد الصراعات
بدنا نخسر ولدنا واهلنا وناسنا لان امريكا وايران اللي يتعاركون بالعراق على حسابنا، شنو رايك؟ نعم اخي العزيز، اليوم احنا نريد هيك شخصيه وهيك رمزيه ان تبعد المشاكل عن البلد، تبعد الصراعات عن البلد. اليوم اذا كان هناك صراع امريكي ايراني احنا على شنو احنا متدخلين به؟ وعلى شنو احنا بالنسبه احنا نقاتل نيابه او نضرب نيابه، نضرب الامريكان نيابه عن ايران؟ ايران موجوده والامريكان موجودين والصراعات ذاتي تحصل، هذا الامر. احنا نريد شخصيه تبعدنا عن المشاكل، تبعدنا عن الحروب، ان تكون تفهم تفهم الامور والعلاقات الخارجيه مع امريكا، مع دول الجوار، مع المحيط العربي، كيف ارجاع العراق الى محيطه العربي، كيف نبني علاقات طيبه مع جيراننا. اليوم هذا اللي نريده من 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 الشخصيه اللي راح تلتزم الحكومه. لا اريد ان شخصيه تكون ولاها الى جهه ضد جهه اخرى وتدخل لنا مشكله في البلد، مثل ما جاء يحصل بعض من الناس اللي هم والله احنا مع ايران، والله احنا نقاتل نيابة عن ايران، والله احنا نضرب. يا اخي ما يصير هالشكل، احنا نريد ان تكون نبتعد عن كل المشاكل ونعيش حالنا حال الشعوب بعد ما بينا، والشعب تعب الى وصل الى حالة الانهيار وكل المصائب صارت برؤوس العراقيين من 2003 ولحد هذا اليوم، كارثة ورا كارثة، حروب ورا حروب، دمار ورا دمار. خل تطلع لنا شخصية تبعدنا عن هاي المشاكل، والله نرحب بها ونكون لها عون ونشد عليه ونقول له يا أبا أنت والله تصح أن تكون وأن يبني علاقات مع كل الدول اللي هي تخدم البلد تخدم العراق. نعم. طيب سؤال أخير، برأيك الجرفي قادر على إعادة نازحي جرف الصخر؟ هاي المعضلة اللي من السيد العبادي للسيد عبد المهدي ما حد قدر يحلها، وموضوع النساء وبعضهم قالوا والله إحنا بعد أسبوع كلهم راح يرجعون، وفاتت 5 أشهر مدري 6 وهالاسبوع مدري وين صفى بالدهر بصراحه، يعني من قاده المكون. نعم اخي العزيز، انت تعرف اليوم المشكله الوحيده اللي نعاني من عتها اللي هي رجوع النازحين. هذا الرجل ما طول ما عنده ميول، لان تعرف احنا اليوم نعرف ليش ما يرجعون جرف الصخر، ونعرف القرار وين. لا هو بالنسبة لأعتقد عدنان الزرف راح يتجاوز هاي كلها ويكون قرار عراقي شجاع ويرجع النازحين، وهذا احنا تحدثنا بهذا الموضوع وتحدثنا النقطة الأولية لرجوع النازحين وخاصة نازحين جرف الصخر. نعم احنا نأمل ذلك أستاذ كامل، لكن الخميس هو الموقف الحاسم. قناعاتك الشخصية يمر لو ما يمر، قناعاتك أنت يعني بعيدا عن كل يعني وفق دراسة وبعيدا عن كل أنه عدنان صديقك مو صديقك، لا قناعاتك يمر أو لا؟ والله أعتقد إن شاء الله وبعون الله، إذا الله يريد يرحم هذا الشعب ويرحم العراق ويجيب لنا شخصية وطنية تحتوي الجميع أن يتمرر، وإن شاء الله يتمرر. أنا أقول لك يتمرر إذا كان هناك جلسة وكانت رئاسة المجلس صادقة مع السيدة الزرفي، وكان نواب شجعان ليس عتم التخوف، لأن تعرف أنت أكو نائب يخاف وأكو نائب مرتشي وأكو نائب اللي هو وأكو نائب لا نائب يمتلك الشجاعة يقول لا والله أنا شجاع أتخذ القرار وأكون عراقي وتجرد من كلها، تجرد من كلها وخلي يكون هكذا، وإن شاء الله وبعون الله يتمرر الأستاذ مقداد. شكرا الشيخ كامل نواف الغريري القيادي في جبهة الإنقاذ والنائب البرلماني السابق، كنت ضيف بغداد، شكرا جزيلا لك. محييك، يا أهلا وسهلا، يا أهلا مرحبا. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. إلى الآن الخلاف قائم حول السيد عدنان الجرفي، الاجتماع اللي خرج الآن الثلاثي بين السيد الحكيم والعامري والمالكي أصر على تسمية بديل للجرفي وهو سيد مصطفى الكاظمي. الأحداث اللي باكر ما نعلم، ربما المتغيرات سريعة خصوصا مع هذا الظرف. نشوفكم إن شاء الله باكر. ها هو مقداد الحميدان، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.